السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في اتم الاحوال. فيديو جديد ودرس جديد كما عودتكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو هذا غادي نوريكم الطريقه ديال العبايه طبقات اللي كتجي كلوش، نزولا عن الطلب المتتبعه اللي قالت لي عافاك وخديريها لنا غير في الورق، ونفذت الطلب ديالها ان شاء الله يوصلها الفيديو وتستفد منه كما تستفدوا منه انتما اجمعين. وشكرا لكم على المتابعه، وتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، واخا على الورق راه غادي تقدروا تستافدوا ان شاء الله بواحد الشرح اللي غادي يكون مبسط. نبداو على بركه الله. اول حاجه كنحتاجو في الموديل، بالنسبه للثوب كنحتاجو 5 متر ونص حتى 6 متر ديال الثوب على حسب الطول ديالكم. كيفاش الطريقه باش نعرف انني شحال خصني ديال الثوب؟ الا كنتي طويله خدي 5 متر ونص حتى 6 ديال المتر ديال الثوب، ولا الا كنتي قصيره خدي 5 متر ديال الثوب. ولكن ديك 5 متر ديال الثوب كيفاش كنديرو؟ نقسموها. اول حاجه كناخدو متر ونص ديال الثوب، وكناخدو 1.20 متر، وكناخدو متر بوحديتها ومتر بوحديتها. من الاحسن ملي نكون باغيه ناخد الثوب نمشي نقطع هادشي عند مول الثوب بلا ما نجيبو للدار ونقطعو. كنقولو يقطع ليا 1.5 متر في 1.20 متر في متر في متر. الا بغيتو القطع يجيوكم طوال غادي تزيدو هنا، غتخليو هنا 1.5 متر، غتاخدو هنا 1.30 متر، وهنا 1.10 متر، وغتاخدو متر ديال الثوب على حسب نتوما القطعة فين بغيتوها تجيكم. مثلا واش مسافة، مثلا هنايا مسافة بين وحدة وحدة شحال بغيتو، واش 20 سنتيم، واش 30 سنتيم، نتوما الفرق اللي بغيتو باش يجيوكم داك الطبقات. انا غادي نشرح لكم وغادي تفهموا اكثر. اول حاجة كناخدوها كنبداو بمتر. انا هنا خديت الورق، كل ورقة قطعتها على حسب التوب ديالي. عندي مثلا هنا 1.50 متر، وعندي 1.20 متر، وعندي متر، وعندي متر واحد اخر اللي غادي نفصل فيه القطعة الفوقانية. اول حاجة غادي ناخد باش غادي نبدأ بالقطعة التحتانية اللي كتجي من تحت الحزام. غنحاول نرسم لكم الباترون باش تقدروا انكم تفهموا. غادي ناخد دورة العنق، ناخد الكتاف، ناخد التركيز، وناخد الحزام، وناخد الطول كلي. هنطول عليكم الفيديو شويه، ولكن الموديل ساهل ولكن غير خصو شويه ديال الفهم كما لاحظتوا. بالنسبه للقطعه الفوقانيه منين غادي نبدا القياس ديالها باش نعرف القياس ديالها منين غادي نبداه وشحال غادي يجيني في الطول ديالو، غادي ناخده من الحزام. كنبدا القطعه الفوقانيه من الحزام. انا خليت لكم هذه القطعه، هذه غنفصلها معكم هي الاخرى، ولكن بديت لكم بالقطع التحتانيين. القطعه الفوقانيه غادي ناخذ القياس ديالها من هنا من دوره الحزام حتى للطول كله، طول كامل هو اللي غادي نعبر بالسنتيم ديالي. وكيفاش غادي نطوي الثوب؟ غادي نطوي الثوب ديالي بهذه الطريقه، بهذه الطريقه. على شكل مثلث على جوج هذا الشكل. لاحظوا معايا على جوج، ما غاديش نطوي على اربعه، على جوج. هكا غادي نطوي الثوب ديالي اللي فيه 1.50 متر. انا غنكتب لكم هنا هذا الثوب هذا فيه 1.50 متر. بالنسبه للطول كيفاش كناخذ القياس ديالو؟ كما قلت لكم غادي ناخذ دوره الحزام بهذا الشكل. عندي مثلا 25 سنتيم في دوره الحزام، وغادي نقسم داك 25 سنتيم على جوج، وغادي نزيدها جوج سنتيم ديال الخياطه حتى لربعه السنتيم. العبايه كتبغي شويه تكون واسعه، غادي نزيدها حتى لربعه ديال السنتيم ديال الخياطه. عطاتني 25، داك 25 فين غادي نحطها؟ خصني 25 نجي نقلب عليها هنا. مثلا جاتني 25 هنا غادي نحطها هنا، جاتني 25 هنا، فين ما جاتني 25. انا مثلا جاتني 25 هنايا بحال هكا، انا عبر 25 هكا بالعرض بحال هكا، جاتني 25. غادي نعبر هاد المسافه اللي جاتني هنايا، مثلا جاتني هنايا 20 سنتيم ولا 16 سنتيم، داكشي اللي جاني هنا هو اللي غادي نجي ونعبره من هنا باش يجيني متوازي. ولا عينك ميزانك، مثلا هنا جاتني 7 ديال السنتيم، غادي نجي هنا ندير 7، وغادي نجي هنا وندير 7، وكنمشي بهاد الطريقه هكا. لاحظوا معايا دابا شنو غادي نعبر؟ غادي نعبر الطول ديالي. هاد الثوب فيه 1.50 متر، نقصت ليا من هنا المسافه. اذا غادي نجي نعبر الطول ديالي من دوره الحزام الطول كلي حتى لتحت،
ديال الجلايل ديال العبايه. عندي مثلا انا في الطول ديال الصايه الفوقانيه عندي فيها 100 سنتيم متر، غادي نعبر متر فين جاتني. كاين اللي عنده 90 سنتيم، كل واحد وعلى حسب الطول ديالو. مثلا خصني ضروري كما قلت لكم الثوب يكون فيه متر ونص باش عادي يكفيني للصايه. كناخد مثلا عندي 100 سنتيم في الطول من الحزام حتى الجلايل، وغادي ناخد الطول ديالي بهذه الطريقه. راه ضروري غتمشيو على هذه الحاشيه هذه، حيت هنا اللي غادي يكون الطول ناقص على هنايا. غادي تجيني مثلا هنايا 100 سنتيم ولا متر ولا 90 سنتيم، القياس اللي عندي انا عندي مثلا 90 سنتيم، وغادي نبقى غاده بديك 90 سنتيم بحال هكا. غادي نشد من النقطه الفوقانيه غنعبر ديك المسافه، ولا غادي نجي من هنا بحال شكل بيركار. راكم عارفين الكلوش كيفاش كتفصل، انا كنحاول انني نقص ديك المسافه باش كيجيني القياس مضبوط. كنقص ديك 20 سنتيم وكنبقى غاديه بها بحال هكا بحال هكا بحال هكا حتى كيجيني القياس ديالي كله بهذه الطريقه صافي. وكنقطع صافي، وغادي نقطع من هنايا. راه الثوب عندي مطوي على جوج والقياس كنحطو على جوج، ما كنقسمش القياس ديالي على اربعة كما لاحظتوا. صافي هاد الثوب هذا كنحيدو، غادي نحتاجو مثلا غادي نفصل به باندا ولا ما غاديش نضيعو. وكتكون هذه هي الصايه ديالي بحال هكا. هذه هي الصايه الاولى. شنو غادي ندير؟ غادي نخليها على جانب وناخد الثوب ديالي اللي فيه متر وعشرين. وانتوما كيبقى لكم الاختيار، بغيتو المسافة تكون عريضة كتزيدو تنقصو من الثوب، بغيتو المسافة تكون قصيرة كتزيدو في الثوب. مثلا انا هنايا هاد القطعة هادي عندي فيها متر وعشرين، انتوما بغيتو متر وثلاثين كتخلي واحد الفرق ديال 20 سنتيم بين القطعة والقطعة. انا هنايا خليت الفرق ديال 25 سنتيم. صافي غادي ناخد الثوب ديالي الثاني وغادي نطويه بنفس الطريقة بهاد الشكل هذا. كناخد الثوب وكنشد نفس المسافة اللي درت. بغيت ناخد هاد القطعة هادي الأولى وغادي نبقى نفصل عليها. بغيت نعاود نشد عباري راه غادي نعاود نشد، ولكن من الأحسن تاخدوا هاد القطعة هادي وتفصلوا عليها الحزام باش يجيكم نفس القياس بهذا الشكل هذا. كما لاحظتوا هنايا غادي نقص ديك المسافة اللي عندي هنايا، غادي نقصها من هنا. هو الثوب اصلا غادي يكون ما تديوش على الوراق، القياس ماشي مضبوط، ولكن الثوب غادي يكون ناقص، راه ما غاديش يخرج لكم نفس هذه القطعة هذه في الطول. غادي يكون الثوب ناقص، مثلا هنا في الطول كما قلنا عندنا متر و متر و50، وحطينا حنا في الطول ديال الصاية متر، غادي نجيبو هنا او 100 سنتيم او 90 سنتيم داكشي كما قلت لكم اللي عندكم. هنا هاد القطعه هادي الا عطاتني هنا متر هي ما غاديش تعطيكم متر، حيت اش كتب راه كيكون ناقص. هنا راه متر و50، هنايا راه غير متر و20. هنايا غادي يجيكم الطول، نتوما غادي تحددوا الطول الفرق ديال 30 سنتيم ولا 20 سنتيم بين هنا وهنايا. مثلا انا هنايا غادي نقص داك 30 سنتيم اللي بغيتها وغادي نجي ونشدها من هنايا وغادي نعبر. مثلا حطيت هنايا 100 متر، هنا غادي نقص فيها واحد 20 سنتيم ولا 30 سنتيم ديال القطعة. صافي وكنشد بنفس الطريقة وكنقور بهذا الشكل هذا الطول ديالي، وكانت تم غادية بهذه الطريقة على شكل بيركار بحال اللي شادة البيركار، وكندور وصافي كنمشي بهذا الشكل هذا وكنقطع. هذه البنات القطعة الثانية ديالي، بقات لي القطعة الثالثة اللي التوب كيكون فيه متر. كنشد التوب ديالي وكنطويه على هذا الشكل هذا. راه القطعة الأساسية هي القطعة الأولى اللي الصاية خصكم يكون الطول عندكم كامل باش ما تضيعوش الطول ديالكم. أما القطعة الثانية والثالثة كيبقى لكم نتوما الاختيار بالمسافة اللي كتكون عندكم بين كل صايه وصايه، نتوما كتختاروا المسافه. صافي كناخذ نفس القياس اللي حطيت هنا في الحزام باش كيجيني القياس مضبوط. كنشد الثوب ديالي وكندير نفس الطريقه. بالنسبه لهنايا انا مثلا عندي هنايا 70 سنتيم، هنا غادي نقص على داك 70 سنتيم واحد 20 سنتيم اللي درتها ديال الفرق ولا 30 سنتيم ديال الفرق، داكشي نتوما اللي بغيتو. مثلا انا هنا عندي 70، غادي نقص غادي ندير غير 50 مثلا، 50 جاتني هنايا. صافي وكنشد بنفس الطريقه اللي عندي هنا وكنمشي.
بالنسبة لهاد البلاصة هادي راه كتنقصوها من هاد المسافة هادي. عندكم تعبروا ليا مثلا 70 من هنايا ولا 50 من هنا؟ لا، ديك 50 كنزيد هاد المسافة اللي عندي هنا، مثلا عندي هنا 19 سنتيم، كنزيد 19 سنتيم كنعبرها وكنزيد عليها هذيك 50، هي اللي كتجيني في الطول ديالي صافي. وكنمشي بنفس الطريقة ديال البركار وكنقطع صافي. هنا كما لاحظتم بعد ما قطعت القطع ديالي بثلاثة هما هادو، غتبقى لنا القطعة الفوقانية اللي غادي نفصلها معاكم حتى هي من بعد ما غنشوفوا هاد الصياد ديالنا كيفاش جاو. القطعة الاولى هي هذه، والقطعة الثانية اللي كتجي من الفوق كنخيطوهم كلهم في جهة واحدة بحال هكا، نقدروا نلصقوهم في دقة واحدة بهذا الشكل، وغنجيب القطعة الثالثة ونحطها بهذا الشكل هذا كما لاحظت. كما لاحظت البنات كتجي القطعة الاولى والقطعة الثانية والقطعة الثالثة، وراه كتجي في التوب، كتجي كلوش، ما كتجيش راه الوراق راه ما غاديش يعطيوكم الموديل مضبوط، ولكن راه كتجي كلوش، كتجي كلوش بزاف وكتجي زوينة، ماشي داك الكلوش المعيقة، ولكن راه كتجي خفيفة وزوينة في اللبسة ديالها. كما لاحظتوا الفرق ديال القطع، بغيتو ديروا 20 سنتيم الفرق، بغيتو ديروا 30 سنتيم، كيبقى لكم الاختيار. هذا هو الفرق اللي هضرت لكم عليه، بغيتو مثلا القطع يجيوكم باينين، انا كنفضل ديروا 30 سنتيم بين كل وحده وحده باش كيجيو باينين، ما كيجيش ما كتجيش ديك المسافه قصيره. ديروا 30 سنتيم بين كل قطعه وقطعه. هنا كنكون ساليت الصياط ديالي، دابا غادي نفصل معكم القطعه الفوقانيه. كيكون عندي الثوب ديالي فيه متر ديال الثوب غيكون كافيني، غادي نشدو نطويه على جوج ونرجع نطويه على اربعه بهذا الشكل. ومنين غادي نبداو الفصاله ديالنا؟ غادي نبداوها من الجهه اللي كيكون عندها الجهه الكبيره، ماشي الجهه الصغيره، هي اللي غنديروا فيها لكم. ركزوا في هذه القضيه هذه. كناخذوا الطول ديالنا، الطول ديال القطعه ديالنا، القياس اللي كان عندكم نتوما فيه مثلا عندكم 40، كتكونوا شديتوها في الاول وحطيتوا القياسات ديالكم باش عاد كتفصلوا الصايه وكيبقى لكم القطعه الفوقانيه، كتكونوا نتوما عارفين كما قلت لكم هنا 35 ولا 40، داكشي اللي عندكم كتحطوه في القطعه الفوقانيه. لاحظوا معايا، غادي نجي وغادي ناخذ 8 سنتيم ديالي ديال الدوره ديال العنق، غادي ناخذ طولكم غنديروا فيكمها فيها، بغيتو ديروا كمها بوحديتو هنا غنديروا لكم منها. غادي تاخذوا من القياس ديالكم من دوره العنق من الخلف النص ديالها، المنتصف ديالها بحال مثلا من هنايا من النص ديال العنق ديالنا، وكناخذوا الطول الكلي ديالكم مثلا عندنا 70 سنتيم، غادي نجي وغادي ندير 8 سنتيم وغادي ناخذ الطول الكلي وغنهبط هنايا بواحد، ولا نخلي مثلا بغيت هاد البلاصه تبقى لي مسدوده غادي نخليها مسدوده، بغيت نطيح الكتف باش ما تجينيش شويه طايحه غادي نهبط هنايا بخمسة سنتيم. انا كنفضل انني نطيح الكتف ما نخليش الخياطه هنايا كما لاحظتم. وغادي ناخذ الطول ديال التركيز ديالي، غندير مثلا 25 سنتيم، ضروري العبايات كيكونوا زايدين على القياس ديال الجلال. كناخذ التركيز ديالي وكناخذ الصدر مثلا، هذه لغيوها حيت جات هابطه، غناخذ مثلا 25 جاتني هنايا، وغادي ناخذ الصدر ديالي اللي فيه 30 سنتيم جاتني هنايا، لاحظتوا معايا. وغادي ناخذ دوره الحزام اللي عندي هنا، حطينا القياس ديالنا اللي عندنا الدوره كلها ديال الحزام وقسمناها على جوج، مثلا عندي في الدوره الحزام 100 سنتيم قسمتها على جوج، حطينا هنايا 50 سنتيم، هنا حطينا 50 سنتيم بحال هكا حيت الثوب عندنا مطوي على جوج. هنا لا، هنا الثوب عندنا مطوي على أربعة. هاد الدوره ديال الحزام هذه كلها اللي عندي هنا، هاد الدوره هذه ديال الحزام هي اللي غادي نجي وغادي نحطها هنايا، ولكن الثوب ما يكونش عندي مطوي على جوج، يكون عندي الثوب مطوي على أربعة باش يجيني القياس مضبوط، حيت هنا الثوب مطوي على جوج، هنا الثوب غيكون عندي مطوي على أربعة. لاحظوا معايا، غادي ندير هاد المسافه هذه هي اللي غادي نديرها هنا بحال هكا، هي جاتني شويه ناقصه ماشي مشكل،
غادي ناخد مثلا من هنايا يعني. بهذا الشكل هذا. هنا الدورة ديالكم غادي تحاولوا انكم توسعوا فيها، بغيتوا مثلا هي كتكون كلوش شوية، بغيتوا مثلا ديروا 70 سنتيم بهذا الشكل هذا، كتجي شوية واسعة، ديروا مثلا 70، ديروا 60، انا نفضل مثلا ندير فيها 30 سنتيم في دورتكم صافي. وكنقور من هذه الجهة وكنجي لكم ديالي بهذا الشكل. بالنسبة لكم هنا غادي نتلعب واحد 5 سنتيم وغادي ندور بحال هكا باش ما يجيونيش داك الودنين في الكمام بهذا الشكل صافي. وغادي نقطع كما لاحظتوا، كنحيد الخلف وكنخدم على الامام. بالنسبه للامام الكول كنديرو حتى لهنايا، غادي نجي وغادي نسطر بحال الكول في بهذا الشكل حتى الحيزان، وغادي نحاول انني ندخل بواحد السنتيم بحال هكا ولا 2 سنتيم صافي، وكنخرج لهاد النقطه هذه وكنقطع. راه كتكون عندنا الباندا اللي كندوزوها من الفوق كما لاحظتوا، هنا كيكون الشكل ديالنا ديال الكسوابان، هنا الخلف، هنا الامام، وهنا القطع ديالي ديال الصايه اللي غتجيني كما لاحظتوا. نعاود معاكم كتجيني بهاد الطريقه هادي، لاحظوا معايا بهاد الشكل هذا. كنتمنى انها تكون واضحه لكم، واخا ما الورق ما عطاوهاش حقها، ولكن ان شاء الله نعاودها معكم في التوب ملي يكون الموديل متوفر ليا، ويكون التوب حيتاش كتها شويه ديال التوب، نعاودها نفصلها معكم في التوب ان شاء الله. وكنتمنى انكم تكون الدرس ديال اليوم يكون واضح لكم. وبالنسبه للثوب اللي كيبقى لينا من القطع، راه كنديروا باندا اللي كنفينيو بها هاد من هنايا، كندوروا عليها كلها باندا من لتحت، وكندوروا على العنق كله اللي العرض ديالها كيكون تقريبا 14 سنتيم، والطول ديالها كيكون على حسب الطول ديال العبايه كله باش كندوروا عليها. كتقدروا انكم تلصقوا القطع حيت ما غاديش يجيكم الطول كامل في الثوب، كتلصقوا مثلا 2 قطع ولا 3 وكتدوروا بالعبايه كلها بهذا الشكل هذا. كنطويو مثلا القطعه ديالنا فيها 14 سنتيم وكنطويوها على 2 صافي، وكندوروا على الباندا ديال على العبايه ديالنا بهذه الطريقه هذه، كندوروا على الباندا كلها بهذا الشكل هذا. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم نزولا عن الطالب المتتبعه. كنتمنى ان الفيديو يوصلها وتكون استفدت منه كما تقدروا تستفدوا منه حتى نتوما. شكرا لكم على المتابعه، وفيديو اخر ان شاء الله.